برحب بالسيده راندا ابو الحسين الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي ابو الحسن، عفوا السيده راندا ابو الحسن، اعتذر جدا. سيده راندا مساء الخير، اهلا بحضرتك. يا اهلا فيك، يا هلا. سيدة راندا، حاولنا ان احنا نشرح للسادة المشاهدين يعني ايه التقرير واهمية هذا التقرير عن مصر، فارجو حضرتك يعني تضيفينا من الشعر ابيات. شكرا شكرا، ومساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. التقرير بغاية الأهمية، لأنه هذا التقرير هذا أول تقرير بيصدر عن مصر بعشر سنوات، منذ عشر سنوات، ولكن هو التقرير رقم 12. مظبوط، مثل ما تفضلنا وقلنا اليوم أنه مصر كانت من السباقين بإصدار التقارير التنمية البشرية من 94 المفروض يعني. أيوة، من 94، يعني 11 تقرير، ولكن بسبب التغيرات اللي حصلت في 2011 ما لم يصدر تقرير حتى هذه السنة. ومثل ما تفضلت حضرتك أنه التقرير بيتطرق لعدة فصول ولعدة أولويات تنموية يلي بتخص مصر. بدي بس نوه عن موضوعين لو سمحت لي. تفضلي يا سيدرا. أول شيء، هذا التقرير بيتبع منهجية التقرير التنمية البشرية العالمي يلي أصدر أول مرة سنة 1990، وهو بيطلع على ثلاث مؤشرات من شان التنمية البشرية. واحدة منهم هي الصحة، يعني طول العمر، بتشوف انه بمصر زاد العمر الفرد. ثاني شيء الصحة، وثالث شيء الدخل. وبالتالي بهودي الثلاث مؤشرات يقاس التنمية البشرية. ولكن من 1990 لهلا صار في تعديلات وتطويرات على هذه المؤشرات. تمام. ثاني شغلة بحب نوه فيها، انه هذا التقرير هو تقرير مستقل، هو خبراء مستقلين نحن بنتعاون معهم لحتى هم يبحثوا ويحللوا ويعطوا الاستشارات المؤشرات والأرقام، يعني أيوة. ليسوا من الحكومة المصرية لا، مثلا. ليسوا من الحكومة وليسوا من الأمم المتحدة الإنمائية. يعني الأمم المتحدة كلفت مجموعة خبراء محايدين ليسوا أيوة. منها ولا من الحكومة المصرية عشان تعمل التقرير. بالضبط بالضبط، منشان هيك الخبراء هودي بيحللوا وبيبحثوا. هلا مشكورة وزارة التخطيط ومعالي الوزيرة، لأنه سرحت وسهلت الوصول للمعلومات وللمؤشرات وللداتا كويس. والمقررة كمان، يعني مشكورة الدكتورة مايا مرسي كانت مقررة التقرير يلي هي فعلا واكبتنا بكل هذا النشاط. ده شيء مهم جدا، دور الحكومه زي ما حضرتك تفضلتي وزاره التخطيط كان الامداد بالمعلومات. نقدر نقول تقييمكم لهذا التقرير، وحابين نسمع تقييم حضرتك كممثل مقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر عن معدل وتيره التنميه خلال السنوات الاخيره وفقا للتقرير، كيف رصدها وكيف راها التقرير؟ التقرير رأى أنه في استثمار كبير بالتنمية، وفي اهتمام بأنه الإنسان يكون أساس التنمية بمصر. وكل الاستثمارات يلي صارت، إن كان بالإعمار كمان صارت بالإصلاح بالتنمية البشرية بكل القطاعات. بالتالي مصر، أو كمان لا يخفى أنه الإصلاح الاقتصادي كان له دور محوري بأنه مصر توقف على إجريها وتقدر تواجه جائحة كورونا. يعني مصر مثلا قلنا أنه من الدول القليلة بالعالم يلي قدرت حصلت نمو إيجابي، بينما أغلبية دول العالم صار عندها نمو سلبي بسبب كورونا. وهيدي أول شغلة عملت التقرير، يعني بيفرجي الترند كيف عم تتحسن أو كيف عم تتغير الأمور. وصلتم لأرقام وتفاصيل دقيقة جدا. أيوة. سيدة راندا، الحقيقة في التقرير تفاصيل يعني ما يعرفهاش إلا أهل مصر فعلا، يعني في كم من التفاصيل وفي كم من الأرقام بهذا التقرير ما رح تلاقيها بأي تقرير آخر، حق يقال. يعني كانت المعلومة موجودة، وآخر معلومة، مش عم نحكي عن من سنتين لورا،
عم نحكي كل الداتا وكل الأرقام حتى نهاية 2020 والبعض منها حتى ببداية 2021. نعم. يعني هيدي أحدث أرقام موجودة رح تلاقيها بأي تقرير بالوقت الحاضر بمصر. صحيح. طيب أبرز القطاعات اللي التقرير بيوضح أن مصر أحدثت فيها نمو كبير أو نمو غير متوقع أو بشكل حقيقة لفت الانتباه بالنسبة لكم؟ كل القطاعات عملت نمو. كل القطاعات؟ كل القطاعات، ما في الواحد يحكي أنه ما كان في اهتمام بكل القطاعات. يمكن القطاع الإصلاح الاقتصادي كان من أبرز القطاعات، بس هو محوري كمان لأنه بيأثر على جميع القطاعات. وبالنهاية كل القطاعات كان في إلى اهتمامه. بتشوف بالتقرير في نبذة عن كل المشاريع القومية يلي فيها سيادة الرئيس، يلي تكافل وكرامة، اثنين كفاية، كلهم يعني حملات الصحة. أنا شايف حتى كاتبين حملة 100 مليون صحة مكتوبة بكل الأرقام بتاعتها. مظبوط. كل المشاريع القومية الكبيرة يلي قامت فيها مصر كلها موجودة بالتقرير. كله في يعني التقرير مثل ما تفضلت وقلت يعني في تقريبا 300-350 صفحة. بالضبط، كبير جدا. وفي كمان كبير كثير. وكمان في ملخص، يعني يلي ما بده يقرا كل التقرير يقدر يقرا الملخص. وبقلب الملخص بقلب التقرير في انفوجراف. عظيم. يعني يلي بتلخص الارقام. طب لو طلب سيده رندا ممكن تخلوه بقى بالعربي يعني عشان موجود. نعمل اتاح موجود ارجوكي موجود لان احنا لما دورنا هو طلع لنا بس باللغه الانجليزيه من على موقع البرنامج الانمائي للامم المتحده. موجود بالعربي. موجود لينك بالعربي. طيب عظيم. هنحطه عشان الناس تدخل تقرا. لا موجود بالعربي الملخص والتقرير بكامله. عظيم. وحتى التقرير انكتب بالاساس بالعربي وثم ترجم الى الانجليزي. طيب اشكر حضرتك على المعلومه دي. طيب بما ان التقرير هو تقرير متوازن عملته لجنه من الخبراء المحايدين المستقلين لا من الامم المتحده والبرنامج الانمائي ولا من الحكومه المصريه، فبالتاكيد زي ما كان في ايجابيات اكيد كان في اوجه ربما التقرير يعني مش عارف هل ذكر اوجه تحتاج دعم اكتر، تحتاج تحسين اكتر؟ هو التقرير ذكر بعض الأمور. نعم ذكر كثير أمور يلي في لها متابعة. مثلا استدامة المشاريع القومية الكبيرة. مثلا دعم مشاركة المرأة بالاقتصاد أكثر. مثلا كمان اتطرق لأنه يكون في شو بسموها تمويل للتنمية أكثر. مش بس من تمويل الدولة بس تمويل القطاعات الأخرى. ذكر عملية الرقمنة والتطوير الإداري. وذكر كمان عملية المعلومات والأرقام إنه يكون في على طول معلومات محدثة ليقدر الواحد يقيس ويواكب التغيرات ويشوف أكيد. وين رح يصير كيف رح يصير التغيرات أكيد. ليقدر تقدر الحكومة تاخذ الإجراءات والقوانين المناسبة بالوقت المناسب للوضع المناسب. أنا بسأل حضرتك السؤال ده طبعاً تأكيداً للشفافية ولمصداقية التقرير وتوازنه. الشيء الثاني لأن هو المفترض بيمثل زي حزمة من السياسات المستقبلية اللي الدول بتشتغل عليها عشان تحسن مؤشراتها أفضل وأفضل، فبالتالي إيه هي أفضل المؤشرات أو يعني السياسات المستقبلية اللي التقرير هيشتغل عليها والحكومة المصرية تشتغل عليها في الفترة المقبلة عشان تحسين حياة الناس؟ يعني هلأ في برنامج حياة كريمة يمكن من أبرز البرامج يلي بيقدروا يرصدوا فيه مشاريع وعمل تنموي متكامل إن كان من الأعمار إن كان من الخدمات الصحية والخدمات التعليمية وجميعها. وهي أكثر شيء مهم يعني هدفها إنه أعمار الريف المصري حتى يصير في توازن لأنه في كثافة سكانية كبيرة بالمدن بينما بالريف ممكن كل ما يزيد. وبعدين واحدة من الشغلات الأساسية كمان يلي اتطرق للتقرير هو النمو السكاني. النمو السكاني بتبين انه كل ما كبرت العائلة كل ما زاد عدد أفراد العائلة كل ما زادت نسبة الفقر. صحيح. بالتالي إذا بيصير في ضبط للنمو السكاني ثاني
ممكن كمان يصير في تحسن بعد أكثر وأكثر. هذه يمكن من المؤشرات عظيم. الأساسية اللي طرحها التقرير. طيب انا ما ينفعش ابدا اختم مع حضرتك، انا عارف ان انا اطلت على حضرتك سيده رندا، قبل ما اوجه التحيه لوالده حضرتك الكريمه تسلم، شكرا. اللي وجودها كان مفاجاه، وزي ما اسعد سياده الرئيس اسعد كل المتابعين سواء الحضور في القاعه او المشاهدين عبر التلفزيون. فيعني ارجو من حضرتك تقولي لي الكواليس، يعني هل كان مخطط انها تيجي ولا هي اللي طلبت انها تيجي؟ هي اللي طلبت انها تطلع وتصافح السيد الرئيس وتقول الكلمات الجميله اللي احنا سمعناها منها، يعني الكواليس كانت ازاي؟ هي كانت عاوزه تيجي على الفعاليه، وكانت الفعاليه مفروض تصير قبل بوقت، وتاجلت لتاريخ اليوم، بالتالي هي اجلت سفرها حتى توصل وتكون موجوده يا خبر بالفعاليه، ابيض، يعني ظبطت سفرها واجلت عشان تحضر مع حضرتك. عشان تحضر. وقت اللي وصلت وهي كثير بتحب مصر وشافت، قالت لي ما شاء الله اسم الله، ومصر ام الدنيا فعلا. فأنا قلت له لفخامة الرئيس، قلت له مصر أم الدنيا، وأمي هون بتحب تتصور معك، عندها أمنية تتصور معك، يا رب دي أصلا. لأنه أمي يعني زمان متابعة مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر. بالتالي كانت يعني مشكور سيادة الرئيس إنه وافق واستقبلها الاستقبال الحميد، يعني كثر خيره.